الزوج والزوجة مشاكل ومشاكل، ماذا حدث؟ هي لا تستمع لي، لا تتفهمني، لا تتفهمني. أنت تتفهمها؟ نعم أنا أتفهمها. هي أيضا اسمع منها تقول زوجي لا يتفهمني، لا أتمكن أن أغير زوجي. عجيب، زوجك عمر 20 سنة 25 سنة في أهله، أنت خلال شهر خلال سنة خلال 3 سنوات تريدين أن تغيريه، أصلا ممكن هذا؟ سؤال، أول سؤال، ممكن هذا الشيء أصلا؟ هو صنع بشكل معين خلال 25 سنة، خلال 20 سنة أنت خلال 3 سنوات تريدين أن تغيري كل هيكلة نفسه، يعني أنت إمام، أنت نبية، إعجاز يعني؟ كيف تمكن أن تغيريه؟ لا يتغير، طبيعي لا يتغير، إذا كان يتغير القضية كانت إعجازية. حتى الزوج الذي يداريك هو في الواقع يداريك لأنه يتغير في داخله. نعم، الذي صنع في 25 سنة إذا كنت قوية جدا تغيرينه في 25 سنة، إذا كنت قوية، إذا أنت الزوج قوي جدا قوي التأثير في 25 سنة تغير زوجتك. خلال سنوات يريد أن يغير، لا يمكن، مستحيل أصلا. ثم غير أنه مستحيل، أنت لماذا لا تتغير لها؟ فقط تطلب أنها هي تتغير، أنت لماذا لا تتغيري لزوجك؟ هو يلزم أن يتغير. أولا لا نفهم المعادلة الدنيوية، نريد أن نصنع معاجز. ثانيا المشكلة فقط في الآخرين، أنا ليست في مشكلة، هي تعصيني، أنت تعصي الله، هذا لا إشكال فيه، الإشكال أنها تعصيك. من أنت؟ أنت زوجها، غاية ما هنالك هناك بعض الحقوق لك عليها فقط، أنت تعصي الله، لا إشكال في ذلك. لا نفهم المعادلات، المشكلة فقط في الناس، لا المشكلة في أنا قبل الناس. لماذا الإحباط؟ لماذا الصدمة؟ لماذا الطلاق؟ الطلاق يعني إحباط، يعني صدمة، يعني لا أتمكن أن أصنع شيئا، يعني وصلت إلى باب مغلق. فهمك خاطئ، أنا لا أقول هناك حالات طلاق صحيحة، نادرا في كل 1,000,000 حالة طلاق حالة طلاق واحدة صحيحة. واقعا وصل الشخص إلى باب مغلق، بقية الحالات لا أقول 1 بالمليون بالتحديد، ولكن أقول شيء نادر جدا، بقية الحالات تصورات، بقية الحالات عدم فهم للدنيا. هذه المعادلة موجودة في المدارس، هذه المعادلة موجودة في الوظائف، هذه المعادلة موجودة في الشركات، في كل شيء. الإحباط خطأ، الصدمة خاطئة، لا توجد صدمة، امشي.